أهلا بكم في هذه التغطية الخاصة متابعينا الكرام في قراءة لخطاب السيد رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك الذي ألقاه في 8 من مساء اليوم للأمة السودانية. أرحب بضيفي داخل الاستوديو الدكتور الوليد علي، عضو مجلس تجمع المهنيين والمتحدث باسم التجمع. مرحبا دكتور. مرحبا، مساء الخير. أيضا أرحب ب الأستاذ صديق فاروق الشيخ القيادي بالحزب الشيوعي. مرحبا مساء الخير. السلام. نعم، تابعنا خطاب رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك والذي من خلاله تحدث عن عدد من النقاط والقضايا، قضايا الساعة والنقاط الملحة، ويعني ما قام به في عام من خلال توليه لهذا المنصب، منصب رئيس الوزراء في الحكومة الانتقالية. أبدأ معك دكتور الوليد علي، العضو بمجلس تجمع المهنيين السودانيين والمتحدث باسم التجمع. ما الجديد في خطاب دكتور عبد الله حمدوك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا التحية لشهداء الثورة السودانية وأجل الشفاء لجرحى الثورة والعودة الحميدة للمفقودين. أولا أحب أؤكد أنه خطاب حمدوك، خطاب السيد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، هو جزء أو هو جرد الحساب اللي اتخذه اللي اختار رئيس الوزراء أنه يقدمه للشعب السوداني. أنا بشوف أنه الخطاب ده حاجة إيجابية، إيجابي جدا أنه رئيس وزراء حكومة الثورة يطلع للشارع السوداني في إطار حملة جرد الحساب اللي تدرتها تنسيقيات لجان المقاومة في بعد نهاية سنة من توقيع الوثيقة الدستورية اللي أنتجت لنا السلطة الانتقالية. جرد الحساب مفردة تحولت لشعار سياسي بيأكد على الحضور الشعبي الواعي في الساحة السياسية. تجمع المهنيين دعم حملة جرد الحساب دي في إطار رؤيته السياسية اللي بنأكد على أهمية الرؤية دي على أهمية استكمال مهام الثورة. فأولا أنا بقيم إيجابيا خروج، يعني مبدئيا خروج السيد رئيس الوزراء ومخاطبته للأمة في إطار حملة جرد الحساب. بيشكر على ذلك ونقعد نجرد الحساب سوا، فدي حاجة كويسة وحاجة إيجابية. اتكلم السيد رئيس الوزراء عموما بعموميات الحقيقة عن موضوع السلام، موضوع يعني لمسات خفيفة كده على الاقتصاد، وموضوع العدالة وموضوع المحاكمات وكم موضوع آخر ممكن لو. طيب، هل من جديد في ما قدمه السيد رئيس الوزراء؟ يعني الحقيقة أنا بقدر أقيم إنه خطابه ده كله عبارة عن تطمينات، تطمينات إنه الحكومة الانتقالية ساعية في إنفاذ مهام الثورة، هي كلها عبارة عن تطمينات. الشيء الحاصل إنه عام كامل مرة بعد الشارع السوداني ما هيقبل التطمينات، داير يشوف بعض النتائج على أرض الواقع. هي دي هو ده المطلوب بالضبط من السيد رئيس الوزراء، خصوصا بعد مواكب 30 يونيو 2020 الماضية اللي تعهد فيها رئيس الوزراء بفترة بتاعت 15 يوم على أساس إنه يصل ل أو يدي المتظاهرين نتائج مطالباتهم أو إنجاز لمطالباتهم. حتى الآن ما شايفين، يعني إحنا شايفين في تجمع المهنيين حتى الآن ما في حاجة ملموسة اتقدمت للشارع السوداني منذ 2020 30 يونيو 2020 الماضي، وحتى موكب جرد الحساب الأخير. بل بالعكس، في بعض الإشكالات والإخفاقات حصلت، يعني حتى على مستوى التعامل مع المتظاهرين أمام مجلس الوزراء كان فيها إشكال. أنا ما بتكلم بس عن التعامل العنيف نوعا ما مع المتظاهرين، لكن بتكلم عن عدم أو انعدام الحساسية السياسية من مكتب رئيس الوزراء تجاه عملية الخروج لمقابلة المتظاهرين. الحكومة دي حكومة نالت إجماع كبير غير مسبوق، السيد رئيس الوزراء وافقوا عليه أغلب
قوى الثورة السودانية أو كل قوى الثورة السودانية الحقيقة وافقت عليه وقدمته وبتعول عليه كثير ولا زلنا بنعول عليه كثير عشان المسألة دي برضه تكون واضحة بالنسبة للناس ومعروفة. لكن كمان احنا ما بنقدر نسكت عن الأخطاء والإخفاقات اللي بنشوفها بعيننا. ممكن في يعني في إطار الجرد عموما نصل لكل بندي يعني إن شاء الله. طيب أستاذ صديق فاروق الشيخ القيادي بالحزب الشيوعي السوداني، يعني ضيف يتحدث عن أنه لا زلنا نحن في مرحلة تطمينات يعني بعد عام، ما الذي يجعلنا حتى الآن يعني نسمع هذه التطمينات ولم نتجاوز هذه النقطة بعد مرور عام على تشكيل الحكومة الانتقالية؟ أفتكر عشان نكون من الصدق بمكان نتكلم عن أنه الحكومة الانتقالية أو السلطة الانتقالية بمجملة تواجه أزمة كبيرة جدا جدا. ما هي هذه الأزمة؟ يعني أزمة متشخصة ممكن نقول في 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 مزالتين رئيسيات، مزالة تحت الانهيار الأمني يعني اللي بيحدث والتحديات المرتبطة به في مناطق عديدة من المناطق المتأثرة بالحرب إلى حتى المناطق الثانية اللي بدأت تظهر فيها المسائل تحت العنف على أساس قبلي، وشوفنا هسه الأوضاع المدهورة جدا في الشرق والأوضاع المنهارة تماما في دارفور وما ترتب عليها، وشوفنا يعني عودة الاقتتال في جنوب كردفان وكده. يعني دي كلها تحديات أمنية ضخمة. نعم. ومن المسؤول عن هذا الانهيار الأمني؟ الملف الأمني معروف الجهة المسؤولة عنه، الملف الأمني هو بالكامل انتزعوا المكون العسكري داخل السلطة الانتقالية. نعم. إذن الحكومة التنفيذية لا تتحمل هذا الملف؟ إذن برضه ما هي جزء من العملية بتاعت الشراكة. الدكتور عبد الله حمدوك بيتكلم عن عن الشراكة مع العسكريين، إنه ده النموذج اللي أنتجته الثورة. والحقيقة ده النموذج اللي نحن كان عندنا رأي فيه، إنه خلل كبير في الوثيقة الدستورية وفي نهج الحكم الانتقالي، إنه يتم منح العسكريين كل الصلاحيات دي. وحنجي نشوف إنه الجانب الآخر من المعادلة هو الانهيار الاقتصادي. نعم. فيما يختص بالانهيار الأمني، في تقديرك أستاذ صديق، ما الذي كان يمكن أن يفعله عبد الله حمدوك في ملف أصلا لا سلطة له عليه؟ في البداية يعني نقول أول حاجة ما كان متوقع من الرئيس حمدوك أنه يتنازل عن ملف السلام في المقام الأول، لأن ملف السلام مربوط بالملف الأمني، وملف السلام هو ملف تم تسليمه له بالكامل حسب الوثيقة الدستورية، يعني متنص الوثيقة الدستورية على إنه العملية وقف الحرب والاقتتال وكده مسؤوليته هو. لكن شفنا من أول أيام بداية الفترة الانتقالية بعد استلام حمدو، شفنا حميدتي سافر مشى قعد في جوبا واستلم العملية بتاعت التفاوض. وأمس بالتحديد شفنا إنه الحركة الشعبية رفضت رئاسة حميدتي للوفد. أنا أفتكر إنه هو جزء من قوات الدعم السريع، جزء من حسب موقفهم عبروا عنه. نعم. أتكلم هنا عن إنه التنازل بتاع الرئيس عبد الله حمدوك عن اللعب دور السلام ده أثر شديد جدا جدا. شفنا في الفترة اللي فاتت دي لما حمدوك زار كاودا، قدر شنو لما حمدوك ذهب في زيارة لكاودا وأصبح يعني أول رسمي يذهب للمناطق المتأثرة بالحرب، و ده كان بوضوح شديد مؤشر كبير جدا للدور والفرصة الكبيرة جدا اللي ممكن يلعبها الدكتور عبد الله حمدوك وطريقة الاستقبال الشعبي. نعم. والاستقبال اللي استقبله به هو الغايد عبد العزيز الحلو. نعم. وكان مؤشر كبير جدا للفرص اللي ممكن يكون يلعب بها حمدوك دور رئيسي في
في عملية صناعة السلاح، وده يعني كان ممكن يثبط كمية من التفلتات الأمنية ومن الحاجات هنا اللي صاحبت المرحلة التالية عند الطوالي. بعد الفترة دي بدأت تحسس بدأت تظهر القصص بتاعت الإشكالات الأمنية. شفنا الشرق كل مرة بينتهي، شفنا دارفور كل يوم بتنتهي. نعم، سأعود لهذه النقطة بالتحديد، ولكن بعد يعني الاستماع لهذا المقطع من حديث السيد رئيس الوزراء عن السلام. عند قبولي لتكليف والثورة بتولي مسؤولية رئاسة مجلس الوزراء للفترة الانتقالية، كنت أدرك تماما إن فترة الانتقال ستكون صعبة ومضطربة، وإنها ليست عملية خطية منتظمة، بل هي طريق شائك ومتعرج فيه صعود وهبوط، ولكنه يمضي دائما للأمام. ما دفعني لقبول هذا التكليف هو إحساسي بالمسؤولية الوطنية تجاه هذا الوطن وشعبه، والمساهمة في إنجاز مهام الانتقال والتغيير. وأول هذه المهام تحقيق السلام العادل والشامل والدائم في كل ربوع بلادنا، وطي صفحة الحروب الأهلية والاقتتال بين السودانيين إلى الأبد. لن يستقيم مسار الانتقال ولن تتحقق أهدافه دون الوصول إلى سلام شامل وعادل ودائم في السودان. لقد شرفنا على الانتهاء من التوصل لاتفاق سلام مع فصائل الجبهة الثورية، وهو ما نعتبره المرحلة الأولى من عملية السلام، والتي ستتلوها مرحلة ثانية لبدء التفاوض مع الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة القائد عبد العزيز الحلو، وحركة تحرير السودان بقيادة الأستاذ عبد الواحد محمد نور. وبالرغم من هذا الطريق يبدو طويلا وصعبا ومرهقا، إلا أنه الطريق الوحيد الذي ينبغي أن نسلكه من أجل غد أفضل. إن أي ثمن ندفعه أو وقت نستغرقه من أجل إنجاز واجبات السلام هو أقل كلفة وبما لا يقاس من عواقب عدم تحقيقه. لا يمكننا تحقيق أي تنمية متوازنة أو ديمقراطية مستدامة في السودان من دون تحقيق السلام العادل والشامل. ويجب أن نتذكر إن أحد أكبر عثرات الانتقال في ثورتي أكتوبر وأبريل، والتي ساهمت في عدم إكمال مهامهما، كانت عدم التوصل لاتفاق سلام ينهي الحرب الأهلية في السودان خلال الفترة الانتقالية. يجب أن نتعلم من دروس الماضي. الوصول إلى السلام هو ركيزتنا لتحقيق مهام الثورة. أحد أكبر الآثار التي نتجت عن الحروب الأهلية في السودان هي مأساة اللاجئين والنازحين، كما تشكل مهام صناعة السلام الاجتماعي وتجاوز العنف القبلي الذي انتشر وتفاقم في الفترة الماضية في عدد من ولايات السودان تحديا آخرا يواجهنا، ونحتاج إلى أن نعمل على حله بشكل جذري بمخاطبة جذور هذه الأزمات على المستويات المحلية الاجتماعية والقاعدية بالصدق والشفافية، والعمل على حلها بشكل تشاركي يساهم فيه الجميع. هذا الوطن يسعنا جميعا، ويجب أن نستعيد روح التعايش المشترك والتسامح الذي استلهمته الثورة. إن الدم السوداني غالي وثمين، ولن نسمح باستمرار نزيفه. أهلا بكم من جديد، أرحب بضيفي داخل الاستوديو من جديد، الدكتور الوليد علي عضو مجلس تجمع المهنيين والمتحدث باسم التجمع، والأستاذ صديق فاروق الشيخ القيادي بالحزب الشيوعي السوداني. تابعنا جزء من حديث رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك عن السلام، وأشار إلى أن السلام هو الركيزة الأساسية التي تعول عليها الحكومة في بناء سودان جديد يقوم عشان تمشي به لعملية سلمية، وما هو عملية بتاعت تفاوض يقوم به عسكريين في غرف مغلقة. السلام عملية اجتماعية في المقام الأول، عملية تشاركية يشاركوا فيها كل الناس، بل بالعكس لا بد أن يخضع العسكريين للشعب السوداني عشان الشعب السوداني يخط لهم الرؤية بتاعته للسلام. وهنا ما أتكلم في الناس المتأثرين بالحرب بالمقام الأول، اللاجئين النازحين ديل الناس اللي أصلا هنا، وعلى رأسهم المرأة في مناطق النزاعات، لأنه ديل أكثر الضحايا والمتأثرين بالحرب واللي هم بيدفعوا الفاتورة بتاعت الحرب.
احنا نتكلم عن هنا القوات المسلحه السودانيه عانت ما عانت من النظام البائد ومن تركيبه النظام البائد واستعمالها هي ذاتها في 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 قتل المواطنين. ودي مساله يعني دول بسيطه جدا عانت منها، يعني القصه بتاعت ان الجيوش تقتل مواطنينا وفي النهايه تجي هنا. عشان كده اتكلم انه انت عايز جهه تقضي على الجهتين ديل، اللي هو الجهه دي هنا كانت واضحه، الثوره ذاتها، الثوره بالكتله التاريخيه بالقياده التاريخيه اللي تمثلت وادوها الناس سلموها للرئيس حمادوك على اساس يشيلها يمشي بها. المسؤوليه دي مسؤوليه ما ممكن هو الناس يخدوها له ويسلموها له وهو احنا ما عارفين الاضابير فيها شنو، لانه الخطاب ده خطاب فيه عموميات ما فيه تفاصيل كيف يعني انتزع العسكريين الملف بتاع التفاوض وبقوا هم الجهه اللي بتفاوض في الهم. بعدين ده انتج لنا حاجات يعني القصه بتاعت الخزعبلات بتاعت المسارات دي، يعني ما ده واضح انه ما عمليه جاده يعني هنا، يعني زول بيتكلم لك عن مسار الوسط ومسار الشمال يعني ما يا اخي خلينا ده شعبي ودي حياه بتاعت امه، يعني مش ده المساله بتاعت المساله بتاعت الحرب دي مساله جديه ما ممكن انه يتم التعامل معها بالعبثيه بتاعت انتاج مسارات وتقسيم جغرافي. يعني واضح انه هو ذاته ما عقليه ذات السودانيه، لانه الناس ذاتهم جايبينهم ذاتهم كممثلين للمناطق دي في حوله اللغط كبير جدا جدا. يبقى لما نجي نتكلم للشعب السوداني عن انه في اتفاق حيصلوا مع الجبهه الثوريه وكده، ما هو خلينا نفكك المساله دي لتفاصيلها. يعني القوة الحقيقية منه يعني المشاركة في الجبهة السورية، هل الجبهة السورية دي ذاتها يعني متوحدة وبتين هي مرقت من الحرية والتغيير في آخر أيام التفاوض، واللي احنا عارفين انه السلام الحقيقي هو السلام مع أكبر جيش قاعد في العمل المسلح اللي هو مثلا الحركة الشعبية بتاعت عبد الله الشنقيطي، يقول لك لسه مرحلة أولى حتكون مع الجبهة السورية، الجبهة السورية ما قاعد تحارب ولا عندنا مناطق جغرافيه يعني اسادي فيها 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 نزاع ولا فيها كده خلاص، ودي حاجه جميله يعني والتزام بوقف اطلاق النار برضه حاجه، لكن في قوة اخرى عرفت كيف ومؤثر وجيش كبير، يعني جيش ممكن يكون بتاع هنا ده يقدرونه بعض الناس انه 40,000 ولا كده، تكلموا عن كده الناس. انت تتكلم عن مناطق جغرافيه يعني دلوقتي ما أظل الدولة السودانية ما فيها، ما عندك ذاتها ما تخليها، هو ذاته حمدوك لما يخش طلبوا منه إنه يعني ما يكون معه الشق العسكري، معترفين به وهو ما معترفين بالشق العسكري. يبقى عندك أزمة زي دي أنت مفروض تواجهها بكل شجاعة وصراحة وتشرك الجماهير، لأن الجماهير هي صاحبة المصلحة في السلام، لأنه الكلفة بتاعت استنزاف موارد الدولة السودانية واسطة المؤسسة العسكرية هو أدى للعملية تحت الانهيار الثاني هسه في الفترة الانتقالية دي. طيب دكتور وليد، يعني بعد الفترة الانتقالية وسقوط النظام البائد توقفت الحرب، وأيضا كانت هناك اتفاقيات وقف العدائيات، وقف الاقتتال ما بين الحكومة والحركات المسلحة في مناطق مختلفة، ولكن تحول هذا الصراع إلى صراع قبلي، يعني المواطن أصبح يقتل أخيه المواطن، وانتشر وتمدد في مناطق متعددة يعني من أجزاء السودان، في مناطق كانت هادئة نسبيا يعني كشرق السودان مثلا. ما الذي حدث؟ طيب أول حاجة نأكد عليها حاجة مهمة، إنه سلام الثورة السلام الطالبي والثوار في شعار حرية سلام وعدالة هو سلام اللي بيعالج جذور الأزمات، يعني ما أتكلم عن جذور الأزمة، الأزمات في السودان اللي أدت للحروب في مناطق مختلفة يفترض نعلن الجذور دي ذاتها، يعني نوضحها ونشرحها شو اللي هو جذر الأزمة. هو المثلث الرهيب، المثلث اللي بيقود للحرب في كل مكان في العالم، أول حاجة الفقر، الجهل والأمية، الفقر والجهل وانعدام الديمقراطية، ده مثلث الحرب في كل مكان. الزول الفقير بيجوع والبيجوع بياكل أخوه، والزول الجاهل ما بيعرف عدو الحقيقي منه،
والزول ما عنده مؤسسات ديمقراطية، وأعني المؤسسات الديمقراطية يعني بها الأندية الرياضية والأحزاب السياسية والنقابات، دي كلها مؤسسات بطبيعتها يفترض تكون ديمقراطية. إذا انعدمت المؤسسات الديمقراطية في حياة المجتمع، بيلجأ المجتمع طوالي للمؤسسات الغير ديمقراطية، الطائفة والقبيلة وغيره وغيره، هي دي جذور الأزمة في تقديري. يعني الحصل في ملف السلام، أنا بختلف مع الضيف الثاني فيما يتعلق بتصنيف الحركات المسلحة لحركات قوية وحركات أقل قوة وكذا. كل الناس مستهدفين بإنجاز عملية السلام، سواء كانت حركات قوية أو حركات ضعيفة. بختلف برضو معاك انت برضو في انه السلام، لانه مع حركات مسلحه لا بد يقوده الشق العسكري. انا نقلت راي الاخرين كويس، مختلف مع راي الاخرين يعني. نعم ايوه، بختلف في انه الشق العسكري معني فقط بما يسمى بالترتيبات الامنيه ما بعد السلام، واللي هو شق تنفيذي فقط فيما يتعلق بالسلام. بالاساس عمليه سياسيه بالكامل بيقودوها المدنيين، بيقودوها ممثلية الثورة السودانية، يصلوا ليها، وبعد ذاك الجهات العسكرية هي المنوط بها الترتيبات الفنية والترتيبات الأمنية ما بعد السلام. أنا داير أشير لحاجة مهمة، اللي هو السيد رئيس الوزراء في 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 بيانه يتكلم كذا مرة عن الوثيقة الدستورية وضرورة الالتزام بالوثيقة الدستورية. واحدة من الحاجات المهمة جدا في الالتزام بالوثيقة الدستورية هو إنشاء مفوضية السلام، اللي هي دي كان مناط بها متابعة عملية السلام ومتابعة المفاوضين والعملية بالكامل، يعني إجراءات السلام ومطلوبات السلام وما بعد السلام والترتيبات ما بعد السلام. يتكون حاجة اسمها المجلس الأعلى للسلام، واللي هو ده خارج الوثيقة الدستورية، واللي هو دي تم بعد ذاك تسليم قيادته، أو ما زي ما ذكر المتحدث تنازل السيد رئيس الوزراء عن قيادة عملية السلام للمكون العسكري، واللي هو برضو في الوثيقة الدستورية نفسها اللي استشهد بها السيد رئيس الوزراء، المكون العسكري دي جزء من مجلس السيادة، واللي هو ذو صلاحيات تشريفية فقط، ودي واضحة جدا في الوثيقة. وعندنا كم بند من البنود بنود جرد الحساب، كلها في النهاية بنرجع فيها لعدم الالتزام بتشريفية مجلس السيادة. يعني حتى أسئلة قدام، لو في زمن في البرنامج يتكلمنا عن الاقتصاد وإصلاح الخدمة المدنية وغيره وغيره كم حاجة، بنلقى الخلل الأساسي في إنه مجلس السيادة ده أصبح غير تشريفي، أصبح هو ذاته عنده تداخلات وتدخلات ذات طابع تنفيذي. فدي نقطة مهمة جدا، وأنا أفتكر إنه يعني الناس تنتبه لها، وأفتكر إنه حكومتنا لو انتبهت لها وركزت فيها ما بيجيها عوالي. طيب دكتور وليد، كيف يعني يمكن حسم هذا التدخل؟ يعني ما هي الآلية التي يعني تضع كل حد أو كل شخص أو كل جسم في يعني وضعه الطبيعي وعدم التدخل في شؤوننا؟ اللي هو أنا شايف الآتي، إنه في مع غياب المجلس التشريعي، ايوه انه مجلس الوزراء يقوم بدوره ويتخذ القرارات المناسبه اللي بتضمن يعني استيلاءه على كافه صلاحياته اللي بتديها له الوثيقه الدستوريه. واذا حصل اي خلل او تداخل بشكل عنيف او غير مطلوب، مجلس الوزراء ورئيس الوزراء يطلع زي ما طلع الليله للشارع السوداني بجرد الحساب بتاعه، يجروا الثاني جرد الحساب ده. بالمناسبة يعني حاجة إبداع رهيب الحقيقة، يعني من التنسيقيات بتاعة لجان المقاومة، اللي هو مفترض يكون جرد الحساب ده مستمر، ومستمر من منه؟ مستمر مننا نحن في تجمع المهنيين، ومستمر من لجان المقاومة، ومستمر من قوى الثورة الحية، ومستمر من مجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء. عشان كده شكرنا رئيس الوزراء أولا على إنه طلع للشارع وبدأ يجرد الحساب. نعم، سأعود لهذه النقاط إن شاء الله بشيء من التفصيل، ولكن عقب الفاصل.
أهلا بكم من جديد عبر هذه التغطية الخاصة للحديث عن النقاط التي تلاها وتحدث عنها وتناولها السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك برفقة ضيفي داخل الاستوديو الدكتور الوليد علي عضو مجلس تجمع المهنيين السودانيين والمتحدث باسمه وأيضا الأستاذ صديق فاروق الشيخ القيادي بالحزب الشيوعي. أستاذ صديق يعني أنت أشرت إلى بروز يعني المحاور في عملية السلام الجارية في جوبا أو المسارات يعني ما أعرف مسار الشرق مسار الغرب الوسط الشمال مفاوضات مع الجبهة الثورية يعني الحكومة تفاوض يعني كل جسم على حدة والآن يعني عبد العزيز الحلو توقف عن التفاوض ليلة الأمس وعبد الواحد محمد نور بعيد عن هذه المفاوضات الحكومة تفاوض الحركة الشعبية شمال جناح مالك عقار وأيضا الجبهة الثورية هناك أيضا مني أركم الناوي خرج من هذا التجمع أو الجبهة الثورية نفسها يعني هناك من يتهم هذه الجهات المتفاوضة أو الحركات المسلحة وتبعيتها للمحاور والتحالفات الخارجية هل هذا بالفعل صحيح؟ لا ما نقدر نقول كده يعني ما هي لا 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 عشان كده قبل قلنا إنه التفاوض والحوار مفروض يكون حول الجذور الحرب عرفت كيف؟ عشان ما نصل للخلاصات الخاطئة دي إنه ديل ما عارف شو الكلام اللي بيتقال هسه دي إنه ديل بحربه في ليبيا ودل قاعدين جيشهم في جنوب السودان وده مدعومين من كذا وده بيحركهم احنا نعاين للسبب الحرب دي ما قامت وقامت عندنا مسببات واسباب في على الارض قلنا انه الحوار يكون حول شنو؟ حول القضايا بتاعت المسببات بتاعت الحرب الحوار ده ذاته قلنا انه ما يكون عسكريين وما عسكري الا مسارات يعني ما في انا قبل ما انا ما افتكر في ذاته بيختلف معي في موضوع الاسم شنو موضوع المسارات دول يعني الناس هسه بيضحكوا في الاسافير وفي لا لكن هناك من يرى يعني لو كنت بقول ان المسارات انتجته يعني الحاجه لانه قضايا المناطق بتختلف يعني قضايا انسان شرق السودان تختلف من قضايا المواطنين في جبال النوبه في النيل الازرق في دارفور وتتعدد الاشكالات يعني انت لو قلت عايز تقسم السودان ده كده دي ما هو نفس المنهج بتاع المحاور الدائره وهسه المحاور نحن بنتكلم عن المحاور دي هي معناه الناس اللي هسه دي مشوا قاعدين في جوبا معاهم ما هسه في الامارات مشت قاعده بتعمل ايه الامارات هناك في 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 جوبا مع تدعم عمليه السلام يا اخي عليك الله نحن كلنا عارفين الحكايه دي كل السودان عارف انه ما في دعم ولا اي حاجه الدعم ذاته كان وعدبول الحكومة ذاته سحبوه قالوا وجهد متي قال اليساريين نبذوا هنا عشان كده وقفوا الدعم الله يا جماعة ما نستهبل على الشعب السوداني نقول الكلام بوضوح هنا في مصالح في مخطط كامل بتاع تفكيك الدولة السودانية في كلام كثير جدا انه الدولة السودانية دي في اتجاه لانه تتقسم لخمسة دويلات وكده وفي كلام كبير جدا هنا للدولة وفي مصالح بتاعت هنا وشفنا اسرائيل خاشه في الخط وهسه قبل يومين في تسريبات عن لقاءات بتاعت نائب رئيس مجلس السياده حنتي مع الاسرائيليين ما تم نفي هاي في الموساد ولا شنو مش عارف هناك قاعدين في الامارات برضه ولكن تم نفي هذه الاخبار انا ما شفت النفي لكن الـ الـ الكلام ده خطير جدا احنا بنتكلم عن 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 عن, عن وطننا يعني مش هنخليه ليه دي مجموعة بتاعت ناس عايزين يقفلوا الباب ويتفقوا في انه كيف وبعدين انا مثلا انا ما معترف بحاجه اسمها مسار الشمال ولا معترف بحاجه دي ما في حركه مسلحه عرفت كيف انت تقول انا حوقع مع اتفاق سلام يعني ده كله يعني كله عمليه بعدين حتنتج كلها عمليه عشان تنتج لي مساله بتاعت محاصصه هو مساله بتاعت تقسيم جديد والمنهج ده مجرب والشعب السوداني حافظ وحفظ يعني كل الحكاية شافوها 100 مرة السيناريو ده شافوه والناس كثير جدا ما أنتج أي حاجة بالعكس حيفاغم الأزمة خلاص وزي ما أتكلم الأستاذ أنا متفق معه إنه مثلا الخروقات الدستورية القامدة مجلس المكون العسكري من إنشاء المجلس الأعلى للسلام ولا شنو
وأداه وقال لي نعمل العملية السلمية دي وسحب الدوسيه ده كله من رئيس الوزراء. احنا كنا منتظر شفافيه في جلد الحساب ده من السيد رئيس الوزراء يجي يورينا ملف السلام ده يسحب منه كيف. نعم. يجي طيب. يجي يتكلم معنا بصراحه وبوضوح يعني حول الخروقات الدستوريه. يعني لما نجي نشوف الخروقات القانونيه والدستوريه الحاصله في الفتره الانتقاليه, وهو زاد وكمان قام خرغ الوثيقه الدستوريه دي ذاتها, هو ذاته برضه ما تكلم عن المزاله دي. لما نيجي نتكلم عن جلد الحساب ده عايزين نشوف الحاجات دي. يعني عايزين نشوف مش عين استحدث 3 مناصب وزير دوله ولا شنو, وعين وما في قصه بتاعت حريه تغيير في الموضوع ده, وده خرق من رئيس الوزراء للوثيقه ذات. ما هو بالضبط مجلس السياده بس اللي هو بيخرغ الوثيقه الدستوريه ده, برضه عمل التجاوزات دي. يبقى نحن عايزين نعاين بكل شفافية. نحن كنا ننتظر أو أنا منتظر أتوقع لما نيجي تكلمنا عن السلام تكلمنا عن العملية السلمية التحديات بوضوح الحاصة شنو. يعني لما تيجي تتكلم عن هنا تكلمنا عن التفلتات الأمنية, ومش إنه الدم السوداني, ما الدم السوداني عزيز علينا كلنا, لكن عايزين نعرف نوقف النزيف ده كيف. ما أنت جهة تنفيذية, ما جهة مطلبية ولا جهة بتاعة تعبير عن مشاعرنا. انت جهة تنفيذية مفروض تجي تورينا الخطوات اللي حتتخذها شنو على أرض الواقع. في هنا يعني خطاب كان فيه حاجة جميلة عن المزرعة بتاعت انه يعني عودة الشرطة, أو على الأقل يعني في اتجاه لعودة الشرطة داخل المنظومة المدنية. دي حاجة إيجابية. يعني ادينا تفاصيل في الحتة دي, الشرطة دي حتى حل مشاكلها كيف, المفصولين بتاعين الشرطة دي يعني حيرجعوا بيتين, المصفوفة اللي اتعملت بتحت العمل مع الحرية والتغيير اللي فشلت كلها ما تنفذت. في أسباب فشلها شنو؟ يعني نتكلم عن التحديات, ما نتكلم عن الآمال بس, نتكلم عن الواقع والمرتبط به. والشعب السوداني ده كله متابع وشايف الحكاية دي, إنه نحن دايرين نشوف حاجات ملموسة, خطوات واضحة في هنا. ما ممكن الناس كلهم عارفين انه امبارح المفاوضات انهارت في جوبا مع الناس عبد العزيز الحلو بن عبد الواحد. هذاك عامين الاول خاطر راي انه ده ما بودي. نعم استاذ صديق, يعني حزب الامه على لسان الامام الصادق المهدي طالب بعوده ملف السلام لحمدوك تحديدا وللمكون التنفيذي, ايضا بالامس محمد يوسف القيادي ب يعني الحركه الشعبيه جناح عبد العزيز الحلو طالب بعوده الملف لرئيس الوزراء وللشقه التنفيذيه والحكومه التنفيذيه لانها هي الجهه المناط بها القيام بهذا الامر. هل انتم في الحزب الشيوعي السوداني يعني قلتم يعني ما تتحدث عنه الان؟ شكرا لحزب الامه زاد موقفهم, شكرا للحركه الشعبيه زاد موقفهم, متفقين تماما. وده ما طالبت به الحريه التغيير, مش حاجه جديده عملوه امبارح. ده ما لما استلموا المهام بتاعت البلد دي ما المهام بتاعت الحكومه التنفيذيه. نحن كنا نامل انه في جرد الحساب ده يجي يعمل مكاشفه, لانه الشعب السوداني محتاج الشفافيه, لانه كل الناس حاسين انه في 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 تغبيش, وفي عقليه في الجانب الاخر انا شاعر بها واضحه بالنسبه لناس كتار جدا, انه الوضوح والشفافيه قد يفجر الاوضاع. ما سليم الغضغطه والدسدس هي اللي حتفجر الاوضاع. نعم. طيب بنتواصل في لقاء خاص من قناه الشروق في حديث رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك, نتابع جانب من حديثه عن الاقتصاد ونعود لنتحدث ايضا عن اهم النقاط التي حواها الحديث. وفي مجال الاقتصاد في النظر الاقتصادي لا زال يلقي بثقله على كاهل المواطنين بشكل متزايد, وهو امر اعلمه واتابعه بدقه, هو نتيجه للتشوهات الاقتصاديه التي تركها لنا النظام البائد, وأيضا نتيجة للإصلاحات العميقة التي شرعنا في تطبيقها. هذه الإصلاحات تهدف لمعالجة الخلل الهيكلي في الاقتصاد السوداني الذي سمح بنمو المضاربات الطفيلية في أسعار السلع الاستراتيجية والأساسية, وبالتالي زيادة عبء المعيشة. هذه الإصلاحات مؤلمة وشاقة
ولكنها ضرورية على المدى الطويل. وللتخفيف من آثارها فقد شرعنا في تنفيذ البرامج الاجتماعي لدعم الأسر لتقديم الدعم المالي المباشر للأسر الأكثر فقرا بغرض تخفيف آثار هذه الإصلاحات الاقتصادية عليهم. وهذا البرنامج يهدف أيضا لدعم الإنتاج عبر تقديم الدعم المباشر للفئات الزراعية والعمالية المنتجة في الأرياف والمدن. هناك أيضا قضية ذات أولوية تحظى باهتمام متزايد وتشوش عليها كثير من المعلومات الخاطئة، بالإضافة إلى وجود تساؤلات جادة بخصوصها في المجال العام، وهي قضية استعادة الشركات الاقتصادية التابعة للقطاعين الأمني والعسكري. هذه القضية هي محط اهتمام الحكومة، وقد بدأت فيها خطوات عملية لمعالجتها حسب الاتفاق بين كل هياكل السلطة الانتقالية على مبدأ الولاية الكاملة لوزارة المالية على المال العام. أيضا تعمل الحكومة على دعم إنشاء مشاريع التعاونيات وتنفيذ برنامج سلعتي، وهي مشاريع تهدف إلى توفير السلع الأساسية للمواطنين، بحيث تشتريها الحكومة من المنتجين وتبيعها بشكل مباشر للمواطنين، وهما سيؤدي إلى تخفيض أسعارها بشكل كبير يتراوح بين 20% إلى 40% بحسب كل الرسوم والأرباح التي كانت تذهب إلى جيوب الوسطاء والسماسرة. وفيما يخص إصلاح نظام الدعم، كانت الحكومة تدعم 8 سلع، وهي ملتزمة باستمرار تقديم الدعم في 6 سلع أساسية. سيستمر الدعم المدخلات الزراعية، الكهرباء والغاز والفيرنس والقمح والدواء على وجه الخصوص، بينما ستتم معالجة نظام الدعم للجازولين والبنزين بشكل تدريجي. كما جاءت الزيادة الأخيرة في مرتبات العاملين في الخدمة المدنية والقطاع العام كحق أصيل واعتراف بدور العاملين في الدولة، ولمنحهم التقدير اللازم لأدائهم في الخدمة العامة. وأيضا قامت الحكومة بتوفير 30 مليون دولار شهريا لاستيراد الدواء، وذلك بغرض الحفاظ على أسعار الدواء ولجم الإنفلات في أسعاره، بالإضافة إلى توفير احتياجات الإمدادات الطبية وخطط توسعة التأمين الصحي ليشمل فئات جديدة في المجتمع خاصة في القطاع غير المنظم. وكل ذلك يصاحبه تقوية آليات الرقابة والمتابعة من قبل السلطات الصحية. قررت الحكومة زيادة المبالغ المرصودة للخدمات الاجتماعية، ولأول مرة مضاعفة ميزانية الصحة والتعليم، وذلك لضمان تقديم هذه الخدمات بشكل مرضي ومناسب لأبناء وبنات شعبنا، وباعتبارها حق لهم وواجب أساسي للدولة. إن التحديات التي فرضتها ظروف انتشار وباء الكورونا، بالإضافة إلى الترهل وتغلغل الدولة العميقة في أجهزة الخدمة المدنية، قد منعت ترجمة ذلك بشكل محسوس، ولكنها تبقى زيادة مقدرة وستستمر الدولة في الالتزام بها. نعم، تابعنا جانب من حديث رئيس الوزراء عن الاقتصاد، وتحدث عن عدد من القضايا والموضوعات المتعلقة بالشأن الاقتصادي، وأيضا ما توصل إليه الوضع الاقتصادي في السودان. أشار إلى أن الحكومة تعمل على يعني ولايتها على المال العام من خلال إدخال الشركات الأمنية والعسكرية ل يعني وزارة المالية، التي تشكل 82% من يعني المال العام. هل تعتقد أستاذ الوليد علي عضو مجلس تجمع المهنيين والمتحدث باسمه الأمر بهذه السهولة، وهل سيوافق المكون العسكري بشتى مكوناته إذا كان الجيش أو الشرطة أو الأمن بإدخال هذه الشركات ضمن يعني منظومة وزارة المالية والتنازل عنها؟ الفكرة مش إنه يوافق ولا ما يوافق، الفكرة إنه ده إجراء سليم ولا إجراء غير سليم. ده مطلوب من الثورة السودانية، ده ما يطلبه الشعب السوداني، ما تطلبه جميع فئات الشعب السوداني وقواه الثورية. والكلام ده من بدري الناس بيتكلم عنه، الثورة الشركات الرمادية والشبه حكومية، واللي هي بتعمل خلل حتى على مستوى القطاع الخاص في عمل المؤسسات. على مستوى القطاع الخاص الشركات الرمادية قاعدة تلقى تفضيلات أكثر من الشركات الأخرى، بتعمل خلل في البنية الاقتصادية بتاعت البلد. الوثيقة الدستورية بتكفي للسيد رئيس الوزراء إنه يدعم الكلام ده بجرد قلم،
يعني نحن قاعدين نعمل على استعادة المؤسسات المالية؟ لا، ده قرار. طيب ما الذي يمنع السيد رئيس الوزراء من جرة القلم؟ اللي هو حسب ما فهمنا من خطابات سابقة إنه بيمنع اتزان يتكلم عنه السيد رئيس الوزراء في موكب 2020، موكب يوليو 2020-2030 يتكلم عن الاتزان بين مكونات الثورة، بيعني مكونات السلطة الانتقالية، بيعني اتزان بين المؤسسة العسكرية والمؤسسة المدنية. نحن تكلمنا له الوقت داك، تكلمنا عن إنه المواكب دي والحراك الشعبي دي الهدف منه هو ترجيح هذا الاتزان لصالح مطالب الثورة. يعني ده بالضبط القاعد يحصل، إنه المواكب دي وجرد الحساب وغيره ما هو ضد السلطة المدنية، هو مع السلطة المدنية من أجل إنفاذ واستكمال مهام الثورة، ومن ضمنها استعادة المؤسسات المالية من الجهات الأمنية والعسكرية وغيره. ده ما شغله. الأسي يتكلم فيه برضو، السيد رئيس الوزراء يتكلم عن الخدمة المدنية برضو، ويتكلم عن تطوير الخدمة المدنية والشيء المفروض يحصل فيها. الحاصل هسي دلوقتي إنه في مشاكل كثيرة جدا في الخدمة المدنية. أولا في موضوع قانون النقابات واللي قاعد يتم تعطيله، ما 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 ورد نهاية قانون النقابات في 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 جرد الحساب دي، باعتبار واحدة من القوانين المهمة جدا، إن إحنا بنتكلم عن إنه الثورة نقابة ولن يتحي. تعطيله بيؤدي لأزمات قادمة على مستوى الخدمة المدنية. هسه دلوقتي في جهات كثيرة جدا، جهات نحن ما عارفينها من وين، اللي هو جهات تنفيذية بتدفع العاملين في مؤسسات كثيرة جدا للإضراب وعدم الاستقرار، بسبب أول شيء غياب النقابات وغياب العمل النقابي السليم. هو المسألة دي ماشية بشكل مدهور خالص، خصوصا مثلا هسه آخر حاجة في البنك الزراعي وفي بنك أم درمان الوطني، العاملين عندهم مشاكل وعندهم إشكالات وما قادرين يتعاملوا معها بشكل جيد لغياب التنظيم النقابي الحقيقي اللي بيعبر عن العاملين. الإصلاح الخدمة المدنية فيه إشكالات، إزالة التمكين، لجنة إزالة التمكين أشاد السيد رئيس الوزراء في خطابه برضو بأداء لجنة إزالة التمكين. نحن شايفين إنه لجنة إزالة التمكين أداء أقل من المطلوب، لأنه على مستوى إزالة التمكين في الخدمة المدنية في مشاكل كثيرة جدا حاصلة، تحديدا مشاكل يعني مثلا في المركز القومي للبحوث، في حاجة اسمها المركز القومي للبحوث، الباحثين بعد الثورة أو قوى الثورة وسط الباحثين اللي هي ممثلة في لجان المقاومة بتاعت الباحثين، اختاروا مدير جديد، غيروا هناي جديد وقدموه للوزيرة، الوزيرة ضربت باختيارهم دي عرض الحائط، وزارة اللي هي وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي، في الهيئة السودانية للمواصفات، التغيير للعناصر النظام المباد المسيطرين عليها، الجمارك السودانية، الجمارك دي مؤسسة مهم جدا، فيها قدر مهم كثير جدا من المعلومات، فيها اموال كثيره. نعم، اصلاحها فيه مشكله. نعم. السدود وزاره لا 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 ما خليني لانه نحن نتكلم عن جرد حساب. طيب حنعود عندنا مطالب، يعني عندنا حاجات، وزاره الطاقه والتعدين في وزاره الطاقه والتعدين، قوى الثوره قدمت قوائم للجنه التفكيك على اساس انه يشوفوا الناس اللي تم تعيينهم بالخطا والواسطات وبغيره، برضه ضرب بها عرض الحائط ووزيلوا ناس ثانيين. يعني مشاكل كثيرة جدا. حاجة مهمة جدا. نعم. يفترض الناس تتكلم عنها، كيف بيتم تعطيل قانون النقابات؟ طيب ده سؤال مطروح للجهات المختصة، كيف يتم تعطيل قانون النقابات؟ لكن يعني دقائق معدودة أو دقيقتان فقط تفصلنا عن ختام هذا اللقاء الخاص. أستاذ صديق فاروق الشيخ، القيادي بالحزب الشيوعي السوداني، دكتور عبد الله حمدوك تحدث عن مواصلة الدعم المباشر للأسر ورفع الدعم عن أو الدعم التدريجي عن سلعتين، البنزين والجازولين. هل هذه يعني الخطوات المتبعة مفيدة في هذا الوقت؟ أنا ما أظن في زول في السودان أصلاً قاعد يستلم دعم بشكل مباشر هسه، أنا ما 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 عندي علم. يلا الحكومة الآن تتجه لهذا الدعم. تتجه الحكومة لها سنة، تتجه بعد سنة، يعني الناس فرمت، عرفت كيف؟ يعني الناس، خلينا نتكلم عن إنه السيد رئيس الوزراء في القصة تحت الاقتصاد دي اطرحت له هو الوزير السابق، وغسل الوزارة قاعدة من غير وزير فترة طويلة،
اطرحت له انه خطوات عمليه من الحريه والتغيير، وطرحت له وسلمت له على كذا مره وتوصيات وضوح. اولا مساله تغيير العمله، يا اخي غير العمله في البلد دي، ما انت بتتكلم عن انه في كتله نقديه وفي مضاربات وفي شنو بتاع، امسك قال في دي، قال الوزير السابق اظنه قال التكلفه عاليه بتاع تغيير العمله ولا شنو. يا اخي يا اخي يا اخي العائد اللي بيجيك من عمليه تغيير العمله ده يا اخي، امشي العمله اصلا بتضعف في المانيا، شيل امشي حلها في المانيا دي. المانيا دي الراجل جانا هنا وبتاعه علاقات احسن ما يكون بالثوره السودانيه، ويعني ما ممكن اصلا. والمطار القروش اصلا السودانيه كانت بتطبع في المانيا قبل ما يظهر عمليه التزوير على نطاق واسع والحاجات بشكل زي ده. غير العمله، القروش دي كلها بتاعت البلد ثاني يوم بتكون عندك. عرفت كيف؟ بتقدر تتحكم في الكتله النقديه والمضاربات والعمليه. ادوه خطوات عمليه. انا ما داير نخش في تفاصيل، انا داير اتكلم عن انه كان مفترض يغطي انه ليه هو رفض او الحكومه رفضت تغيير العمله. طيب. لا مش تغيير عمله، التوجهات الكثيره للدوله والتوصيات الكثيره. وين المؤتمر الاقتصادي؟ وين المؤتمر؟ لا المؤتمر الاقتصادي ما اتكلم عنه. ما اتكلم عن المؤتمر، انا اتكلم عن حاجه اهم من كده. لكن الزمن، انه انا اتكلم عن حاجه اهم من كده. السيد رئيس الوزراء قال اهم حاجه، قال انه هو عنده 18% من الموارد على الملعب. طيب وال82 وينه؟ الازمه مكانها وين؟ الازمه السودانيه مكانها عند ال 82%. ال 82% دي عند الجيش. شكرا. ادرك ان الوقت ووصلنا الى ختام. نعم الاستاذ صديق فاروق الشيخ القيادي بالحزب الشيوعي السوداني، شكرا للدكتور الوليد علي عضو مجلس تجمع المهنيين والمتحدث باسم التجمع، شكرا لكما. حوار خاص من قناة الشروق من خلال تحدثنا عن أبرز ما جاء في خطاب رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك. ختاما لكم عاطر تحياتي وإلى اللقاء.